حبيناه اللقاء الصحفي هذا لتسليط الأضواء على حادث المرور الأليم اللي جد اليوم الصباح في منطقة القاسرين. حسب المعاينات الأولية اللي أمكن لوحداتنا المنتصبة على عين المكان لجمعها تبين كونه شاحنة ثقيلة معناتها محملة الأسمنت وهي أجنبية كانت قادمة من مدينة تالا فقد السائق نتاعها السيطرة تماما على الفرامل. وفي وجود منحدر داخل بلدة خمودة لم يعد قادر تماما على التحكم في قيادتها. إذن شنو اللي صار هنا؟ في مرحلة أولى اصطدم في بحافلة تابعة للنقل الجهوي بقسرين. كان ذي في مرحلة أولى كان تسير أمامه أدى إلى انقلاب الشاحنة على يمين معبد وبالتحديد في بطحاء اللي كانت مخصصة للسوق الأسبوعية اللي مع الأسف ينتظم كل يوم أربعاء. وهذايا بطبيعة الحال كان اليوم معناتها اليوم السوق نتاع خمودة. إذن ثم تواصل الشاحنة سيرها باعتبار السائق ما عادش يتحكم فيها بكل لتصطدم في مرحلة ثانية بزوج سيارات كانوا راسيتين على يمين المعبد. اش ادى الى انقلاب الشاحنه واصطدام سيارتين بعمود كهربائي ذا ضغط عالي ادى الى سقوط. هذه في المجمل صوره الحادث كيف صار. في الحين النتيجه حصيله نتاع هذا الحادث كانت كما يلي: الخسائر البشريه 16 حاله وفاه، ثم الخسائر الماديه اشتعال كلي ل 15 وسيله مدنيه، اشتعال الشاحنة المتسبب في الحادث والمحملة بالإسمنت، تضرر حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقاسرين وسقوط العمود الكهربائي. بعد التحقيقات الأولية يعني الحادث ما فماش حتى شبهة هو حادث سير عادي ولا علاقة له بأي عملية أو أي خلفية إرهابية.